كمساعد سهلة يعني أنه تتعلم الشيء هذا، وخاصة أنه فيه نوع من الدقة، نوع من السرعة، نوع من الخفة. اسمع على مسمى والله يعني. بكل صراحة صعيبة، مش كي نقول صعيبة مش نفشل اللي راه متابعوا فيها ولا اللي عنده رغبة في هذا المجال. كي نقول صعيبة من ناحية أول حاجة على الماتريال تاعها غالي لدرجة ما تصوريهاش. الماتريال تاعها نتعب ومش يجينا نحكي كل مثلا ما قدرش نعطيك الاخرى خاطر هذه كامل خدع سحريه. اي صح فهمتي زعما الا عطيتك واش راح نشري نعطيك الخطه تاعي انا ولا نروح نطبق العمل الحر نعطيك ساعه. كنا نستنوا تقريبا ساعات بثلاثه شهور بالربعه باش توصلنا لعبه. بصح الان كان واحد لهنا في ولايه واتسوف اسماعيل بن خليفه، ثاني هو ثاني في مجال الالعاب الخفه، داير يجيب بر انترنت وراه يبيع. سما انا كي ندوموندي على اللعبه جيب لي نخلص فيها سما تو كي عاد كاين عاد كاين لي موان صح كي عاد كاين لي موان ان شاء الله نشوفوا ما اكثر. اعطيك الصحه.